السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. كيف ديما كيف ما تعودتوا معايا، اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا الكاطو اللي كيجي رائع، بحال الجينواز اللي كيجي رطب بزاف وخفيف بحال القطن. كيجي بثلاث طبقات، بحد غادي نديرو معكم بحد الكلاصاج اللي كيجي لامع واقتصادي في نفس الوقت. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير ديال هذا الكاطو. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج في هذا الجينواز، هنا عندي 200 غرام ديال الدقيق اللي غربلته من قبل وغادي نعاود نغربلو، وعندي 200 غرام ديال ثاني سكر سنيده. دائما كندير قد الجينواز كديرو قد الدقيق قد سنيده، وعندي واحد 6 البيضات اللي يكونوا بحراره الغرفه، يعني جابده من الثلاجه قبل هكا باش كيصدق لك الجينواز ويطلع معاك. يكونوا هكا بيضات متوسطين، ما يكونوش صغار بزاف ولا كبار، المهم كيكونوا متوسطين. هذا هو العبار ديال 200 غرام. وغادي نحتاج واحد الخماره وواحد الفانيا وواحد قبيسات ملح. صافي، هنا كان بالنسبه للطريقه كناخذ واحد البول فاش غادي نطلع هذا البيض، غادي ندير فيه دوك 6 البيضات، غادي نديرهم كاملين، ما غاديش نفصل البيض على الصفار، وغادي نبدا نطلع بالطراب تدريجيا، طراب كهربائي، وغادي نبدا نضيف داك السكر، ما غاديش نضيفه دفعه واحده، غادي نبقى نضيف بالتدريج كيف ما شفتوا معايا، ضفتو على 4 دفعات. المهم كنبقى هكا خدامه بالطراب الكهربائي، ما كنحبش حتى كيطلع ليا داك البيض هكذا مزيان، كيذوب الحجم ديالو. هنا باش كتعرفوا الجينواز ناجحه معاكم، المهم باش كتعرفوا داك البيض طلع ليكم مزيان، كتشدو هكا كترسموا واحد الخط ولا شي رقم هكا كيبقى مرسوم فوق داك البيض. صافي، هنا غادي ناخذ داك 200 غرام ديال الدقيق وغادي ندير فيها ديك الخماره، وهنا غادي نعاود نغربلها باش ما يدوزوش ليا دوك الكويرات ديال الدقيق ويبقاو ليا في الوسط تاع الجينواز. صافي، وغادي ناخذ هكا شي سباتي ولا ملعقه خشبيه وغادي نبقى نقلب من الاسفل للاعلى، وغير بشويه غير حيت انا هنا زربت التصوير داكشي باش كيبان هكا دغيه. صافي، غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نضيفو على دفعات، على شي 3 دفعات تقريبا ولا 4 حتى كنسالي داك الدقيق كامل. المهم كنبقى نحرك غير بشويه من الاسفل للاعلى باش ما يهبطش ليا داك البيض. صافي، هنا الخليط ديالي اصبح جاهز. المهم كيبقى بهاد القوام، وما تحركوش بزاف باش ما يهبطش ليكم. صافي، هنا غادي ناخذ انا هاد الاطار اللي كيتنقص ويتزاد، غادي نديره على شكل مستطيل، درت في العرض 27 وفي الطول 29. غادي ناخذ داك الورق المطبخي وغادي نفرشو ليها في الاسفل، وغادي نديرو ليه حتى في الجناب وندهنو بشويه الزبده. هنا قبل ما ندير فيه داك البابي كويسو غلفته من الاسفل بالالومنيوم هكا باش ما يخرجش ليا داك الجينواز من الجناب. صافي، هنا كنكب داك الجينواز في هذا المول وغادي نديرو في الفرن اللي انا سخنته ملي بديت كنصيف الجينواز، شعلته كيسخن. هنا ضروري الجينواز كيبغي الفران يكون سخون مزيان هكا باش كيصدق ليكم. صافي، غادي ندخلو الفرن اللي سخنته قبل، غادي نشعل ليه غير من الاسفل حتى كيطلع كيبان لك مطلع وتحمر من جناب، عاد كنشعل ليه الفوق. المهم انا خدا معايا في الفرن ديال الغاز 45 دقيقه تقريبا، خدا لي 40 دقيقه. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما خرجته من الفرن. انا بغيتو بهاد العلو تقريبا حيت غندير فيه 3 ديال الطبقات. صافي، انا طيبته ليله قبل، دائما كندير الجينواز هكا باش هكا ملي كنبغي نحلو ما يتفرتتش ليا. صافي، غادي ندير ليه هكا نخليه حتى يبرد، وغادي نغلفو في واحد السلوفان ونديرو في الثلاجه حتى الغد اللي عاد غنخدم به. هنا خدمت جينواز اخر، خدمته بنفس الطريقه اللي خدمت بها داك الاول، غير هذا فيه 5 البيضات، درتو مربع 26 سنتيم على 26 سنتيم، خدمت بنفس الطريقه وفي نفس المول. المهم غادي نخلي لكم المقادير ديال هذا المربع في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. صافي، هنا من بعد ما ساليت منهم غادي نديرو، انا خليتهم حتى بردو، غادي نديرهم هكا في السلوفان ونديرهم في الثلاجه حتى يبردو عاد نخدم بهم. انا كنفضل هذا الجينواز على ديك الجينواز الاخرى اللي كتكون هكا في الطاوه، هادي كنديرها غير لابغي ندير هكا شي كيك رول، هادي كتجي رطبه بزاف، كتجي رطبه بزاف على هاديك، كتجي بحال القطن وكتجي زوينه رطبه بزاف. المهم هنا من بعد ما بردات، صافي من بعد ما كتماسكات وشدات راسها،
غادي ناخذ واحد السكين يكون على شكل منشار، يكون هكا ماضي، وغادي نقطعها على ثلاثة، يكونوا هكا اللي ثلاثة لترونش يكونوا متساويين. صافي، انا غادي ندوز الكريمه. انا عندي هنا هولالا ايترو، هاد ايترو غادي نصايب بها جوج ديال الكاطو كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي ناخذ نص ايترو، غادي نطلعوه هكا، غادي نطلعوها مزيان حتى كتوقف، والنصف الثاني غادي ندير فيه، غادي نكهو بالشوكولا. هنا غادي ناخد 80 غرام ديال الشوكولا، انا خديت هنا شوكولا نوعيه جيده، غادي نحطها حتى تذوب، وفي نفس الاناء دائما اللي طلعت فيه الكريمه الاولى غادي ندير فيه داك الشوكولات اللي ذوبت. وهنا خليت داك الشوكولات حتى تبرد، ما درتوش سخون هكا، وغادي نضيف عليه واحد الساشيه ديال بودره الكاكاو نوعيه جيده احسب ملعقه كبيره تقريبا، وغادي نضيف عليهم واحد ملعقه كبيره ديال الشوكولاته الدهن. صافي، هنا غادي نضيف عليهم داك نصف ما تبقى من الكريمه، خليت هنا نصف لتر تقريبا. صافي، غادي نضيفهم عليه، وغادي نطلع ديك الكريمه نطلعها مزيان حتى كتوقف، غادي نطلعها حتى توقف، المهم غادي نطلعها حتى كتولي بهذا الشكل. صافي، هنا غادي ندوز المونتاج ديال هذه الحلوه. هنا من بعد ما قسمت ديك الجينواز على ثلاثه تكونوا الاطراف متساوين، هنا غادي انا غادي نسقيها غير بالحليب. هنا اللي بغى يستعمل السيرو ممكن، غير انا كنفضل الحليب احسن، هكا السيرو كيجي فيها حلو بزاف. المهم الحليب كيبقى ممكن يبقى اختيار، اللي بغى يستعمل هذاك السقوي يستعمل، اللي بغى يدير الحليب يديرو. صافي، غادي نديرها بشويه تاع الحليب، ما غاديش نكثر فيها، اصلا هذا الجينواز كيجي رطب بزاف، ما يحتاجش كاع هكا الحليب ولا السيرو. صافي، غادي ندير ليه شويه الحليب، وغادي ندير ليه هكا واحد الطبقه تاع الكريمه كيف ما شفتوا معايا، وغادي ندير ديك الطبقه، غادي نحاول نقادها مزيان، وغادي نضيف عليها ديك الطبقه الثانيه ديال الجينواز، وحتى هي غادي نسقيها بنفس الطريقه هكا بشويه تاع الحليب، غادي نضيف غير شويه، وغادي نضيف عليها ديك الكريمه ديال اللي نكهتها بالشوكولا. صافي، وغادي نحاول نطلقها فوقها مزيان، نسوي السطح ديالها، ونضيف عليها الطبقه الثالثه. هنا صافي، من بعد ما انتهيت من الطبقه الثانيه درت لها الكريمه وقاديتها، غادي ندير فوقها الطبقه الاخرى كيف ما كتشوفوا معايا. انا هذا هو الاسفل ديال الجينواز، درتو من الفوق هكا، كتكون ديك الطبقه السفلى كتكون هكا مقاده، كنخليها دائما كنديروها في الوجه باش كيجي الوجه هكا مقاد. صافي، كنديرها الفوق، وكنحاول نحيد لها كانوا شويه ديال الحرق هكا في الجناب بشي سكين كل على شكل منشار، كنحيد لها كاع دوك الزوائد اللي كانوا محروقين شويه، وكندهنها بواحد شويه ديال الحليب، وندير لها هكا شويه ديال الكريمه فقط، ما كنكثرش الكريمه بزاف حيت مازال غادي نستعمل فيها كلاصاج. المهم غادي نقاد ليها الوجه ديالها وشويه في الجوانب، وغادي نخليها في نديرها في المجمد واحد ساعتين ولا ثلاثه. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا الجينواز الثاني داك اللي شكل مربع، قد درتها بنفس الطريقه كيف ما خدمت هذه خدمت هذيك. المهم انا درت فيهم اترو ديال الكريمه، دارت ليا جوج ديال الكاطو. صافي، هنا غادي نمشي معكم الكلاصاج. عندي 145 غرام ديال الماء، الكريمه 120 غرام، وعندي في سنيده 180 غرام، وثلاثه البياسات تاع الجيلاتين، وبودره الكاكاو 60 غرام. بالنسبه للطريقه، كناخذ واحد الكاسرول كندير فيها الكريمه والماء، كنحركهم مزيان، وكنديرهم فوق البوطه حتى كيبدا يغلي، عاد كنضيف عليه الجيلاتين والكاكاو. هنا كناخذ واحد الاناء فيه الماء، وغادي نوضع فيه دوك ثلاثه الحبات تاع الجيلاتين، غادي نخليهم يذوبوا غير شويه ونحيدهم، ملي خليتهم بزاف غادي يذوبوا ليا في الماء. صافي، هنا كنزولهم من داك الماء، وكنعصرهم مزيان هكا ما بين ايديا. صافي، من بعد ما طبخات ليا ديك الكريمه والماء، غير كيبداو يطبخوا، صافي كنحيدهم، غادي نضيف عليهم داك الجيلاتين بحد داك الخليط سخون باش كيذوب ليا داك الجيلاتين، وغادي نضيف ديك البودره ديال الكاكاو. انا هنا ضفت نوعيه جيده باش كيجي داك الكلاصاج هكا زوين في مذاق الشوكولا. هنا قبل ما نضيف داك البودره تاع الكاكاو، انا غربلتها هو الاول. صافي، كنضيف ديك البودره وداك الجيلاتين، وكنحركهم مزيان حتى كينسجموا ليا، وكنخلي هنا الكلاصاج على جنب حتى كيبدا يبرد، ما كنضيفوش وهو سخون باش ما كيتخلطش ليا مع الكريمه. صافي، هنا كناخذ
كنجبد داك الكاطو من الكونجيلاتور، من بعد ما جمد ليا خليته ساعتين ولا ثلاثه حتى قبط راسو مزيان. صافي هنا كنحاول نلبسو مزيان بداك الكلاصاج كامل من الاعلى ومن الجوانب. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري دائما، انا كيف ما كتشوفوا درت هكا واحد بالشوكولا خطوط بيضاء في الجوانب، وزينت بهذا الكرز المعلب. المهم التزيين دائما كيبقى اختياري. وكيف ديما وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، وسلام. الفيديو الجاي ان شاء الله.